انتهت هيئة الأشغال العامة من توفير بنية تحتية متكاملة لأكثر من 3700 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق القائمة والجديدة ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة شمال وغرب وجنوب دولة قطر. تحظى مشاريع تطوير الطرق والبنى التحتية لأراضي المواطنين القائمة والجديدة لاهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة، ولله الحمد بإنجاز ما يزيد عن 3700 قسيمة سكنية ومن 11 مشروع تتوزع على 8 مناطق مختلفة. وتشمل الأعمال إنشاء شبكات طرق داخلية مطورة ومتكاملة توفر ربطاً مع الشوارع والطرق الرئيسية، وتوفير خدمات شبكات البنية التحتية لتمكين المواطنين من بناء منازلهم في مناطق الأراضي الجديدة، وتوفير خدمات متطورة في مناطق الأراضي القديمة. تم إنجاز إجمالي 104 كيلومتر من الطرق ضمن المراحل المنتهية في مختلف المشاريع لتوفير شبكة من الطرق الداخلية، وقد تم تزويدها بأنظمة متطورة للإنارة وتركيب الإشارات المرورية وتنفيذ أعمال علامات الطريق وتخصيص مواقف للسيارات وأعمال الإنترلوك. تم من خلال المراحل التي أنجزت من ضمن 11 مشروعاً استكمال أعمال تطوير البنية التحتية، منها 92 كيلومتر من خطوط شبكات الصرف الصحي، وذلك لخدمة احتياجات السكان والمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير وصلات صرف صحي مطورة تحل محل خزانات الصرف. تعد هذه المشاريع مثال على تطبيق استراتيجية الهيئة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي، حيث تبلغ نسبة الاعتماد على المكونات المحلية والمنتجات المستخدمة ما يقارب ب 70% من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، حيث تم استخدام المكونات المحلية والمنتجات منها أنابيب الصرف والمياه وأعمدة ومصابيح الإنارة وغيرها من العناصر التي كانت في السابق تستورد من الخارج. تعتبر السلامة في مواقع العمل أحد أهم الأولويات خلال تنفيذ المشاريع، حيث حصدت بعض هذه المشاريع على جوائز السلامة من قبل مجلس السلامة البريطاني لعام 2020، 2021، 2022 على التوالي. وفيما يتعلق بالاستدامة والبيئة، تقوم إدارة مشروعات الطرق بمراقبة الانبعاثات الكربونية للحد منها، كما تقوم بإعادة تدوير العديد من المواد كنواتج الحفر والإسفلت القديم وإعادة تدوير إطارات المركبات لاستخدامها في الخلطات الإسفلتية، مما يؤكد حرص هيئة الأشغال العامة على تسليم بنية تحتية بمستوى عالمي من الجودة مع تحقيق رضا العملاء.